مرحبا. أظهر تقرير الوكالة الدولية للطاقة المتجددة يلي مقرها بأبو ظبي إنه زادت قدرات توليد الطاقة يلي بتعتمد على الرياح والشمس ب 164 دولة، وأدت لزيادة متوسط معدل استهلاك الطاقة النظيفة بالعالم. وأكدت الوكالة إن نسبة انبعاث ثاني أكسيد الكربون بالجو حافظت على نفس المستوى للمرة الأولى من 4 عقود من الزمن، وهيدا مؤشر إيجابي. وبعود ذلك الإجراءات المتعددة يلي اتخذتها الصين بالاعتماد على المصادر المتجددة للطاقة. وبالعودة لطقسنا، طقس صيفي رطب عم بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، الحرارة معتدلة رطوبة عادية، البحر معتدل الموج وحرارة 126 درجة. اليوم طقسنا بلبنان غائم جزئيا مع رياح ناشطة، وبيتحول إلى غائم مع احتمال تساقط أمطار محلية خفيفة وضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة. وهلا بنبقى بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل لليلة على الساحل عم بتسجل 23، بالبقاع 12، على المرتفعات 19 و10 بالأرز. أما كيف رح تكون درجات الحرارة اللي رح تسجل لليوم ببعض المناطق اللبنانية؟ فإذا بينه 26، باب التبانة 28، ومن بعدها بننتقل للحازمية 28، ومروحين 27، دريا 23، وحوش القمرة 31، عرسال 31، وبريصة 30 درجة. أما بالنسبة للرطوبة بتتراوح بين 50 و75%، حرارة سطح الماء 26 درجة، وسرعة الريح بين 10 و45 كيلومتر بالساعة، والريح جنوبية غربية ناشطة. أما كيف رح يكون الطقس اليوم واليومين اللي جايين؟ خلينا نشوفهم سوا. اليوم تتراوح بين 23 و28 درجة، والتنين بين 22 أيضا و28 درجة، والتلاتة بين 23 و29 درجة، والطقس مكمل إلى مشمس وغائم جزئيا. وهلا بنبقى بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. صنعاء 26، دمشق 31، مسقط 41، طرابلس 31، الجزائر 34، وأخيرا لندن 22 درجة. وهيدا كان طقسنا لليوم. أما هلا بترككم تابعوا آخر أخبارنا.